une évolution progressive, vu l'augmentation de la demande et bien sûr l'amélioration des prix, comme on l'a dit tout à l'heure, donc il y aura deux lignes de production des unités de production. La proximité aussi de l'Algérie pour commercialiser les produits. تم اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين المجمعين العموميين أسميدال ومناجم الجزائر، وذلك لتشييد مشروع شراكة، تشييد مشروع إنتاج ثنائي أحادي وثنائي فوسفات الكالسيوم وثلاثي السوبر فوسفات الواقع بالعوينات ولاية بسة. ويدخل هذا المشروع في إطار الاستراتيجية المسطرة لوزارة الطاقة والمناجم، وذلك للاستعاضة عن استيراد المواد الناتجة عن تثمين المنتجات المنجمية وتعزيز المداخيل من العملة الصعبة بتصدير الفائض من الإنتاج، وكذلك خلق فرص عمل في قطاع الطاقة والمناجم. يكمن المشروع في التحويل الكيميائي وتثمين الفوسفات المادة الخام التي تسخر الجزائر باحتياطات معتبرة منه، والتي تقع في مدينة بلعات ولاية بسة.